بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الفقيه والمتفقه. وهذا الباب هو باب القول في التحفظ وأوقاته وإصلاح ما يعرض من علله وآفاته. لعل هذا الباب يعكس التجربة الشخصية للحافظ البغدادي، هذه تجربته هو، ويعكس هذا العصر الذي عاش فيه عليه رحمة الله. معلوم أن أوقات الحفظ للتحفظ، التحفظ معناه طلب الحفظ، يعني هذا المصدر أو هذا أو هذه الصيغة في اللغة العربية تعني طلب الفعل. فالتحفظ معناه طلب الحفظ، أي الحفظ. وهذه المسألة مسألة متفاوتة، ليس لها قانون. هناك إنسان أفضل أوقات الطلب عنده صدر النهار، وآخر أفضل أوقات الطلب عنده الليل، وثالث أفضل أوقات الطلب عنده آخر النهار وأول الليل، ورابع أفضل أوقات الطلب عنده عند انتصاف الشمس في عز الظهيرة. هذه أحوال للناس في الطلب. فما سنسمعه في كثير من هذا الباب تجربة الإمام الشخصية وملاحظاته في عصره. قال الحافظ: اعلم أن للحفظ ساعات، ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها. التحفظ أي الحفظ. وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمه أيضا أماكن الحفظ. هذه مسألة متفاوتة. هناك إنسان يستطيع أن يحفظ في أي مكان، وهناك إنسان لا يستطيع أن يحفظ إلا في أحوال معينة. هناك إنسان يستطيع أن يحفظ وهو يمشي، هناك إنسان لا يستطيع أن يحفظ إلا وهو جالس مستجمع النفس إلى غير ذلك. إذن هذه أحوال. فأوقات الحفظ وأماكن الحفظ وكيفية الحفظ هذه مسائل متفاوتة، وأظن هذه مسألة مشاهدة. قال الحافظ: فأجود الأوقات الأسحار. الأسحار أي آخر الليل قبل الفجر، ثم بعدها وقت انتصاف النهار. وقت انتصاف النهار يعني الوقت ما بين الظهر إلى العصر، وبعدها الغدوات. الغدوات معروف كما قال الرجل هنا، ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الفجر، أو ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أي أول النهار. دون العشيات آخر النهار. وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. هذا كلام الشيخ. قيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ كيف صرت عالما وحفظت ما حفظت؟ قال: بالمصباح أي بالليل،
والجلوس إلى الصباح، والجلوس إلى الصباح، لأن المصباح لا يوقد بالنهار وإنما يوقد بالليل. وعندما يذاكر بالليل فإنه يصبر حتى الصباح. وقيل لآخر يعني كيف أدركت العلم؟ قال بالسفر والسهر والبكور في السحر، وهذه أشياء معتبرة، بالسفر والسهر والبكور في السحر. لكن لعل الشيء الذي يجمع بين كثير من طلبة العلم مسألة ماذا؟ مسألة السهر. يعني حتى يقولون عن طلبة العلم أنهم أبناء ليل، أبناء ليل، يحبوا السهر جدا. طيب، وأجود أماكن الحفظ، أجود أماكن الحفظ الغرف دون السفل، أي الأماكن العالية دون الأماكن المنخفضة، لأن الأماكن العالية هي مظنة الهواء النقي، الأماكن المنخفضة مظنة الرطوبة ورداءة الجو، والحفظ يحتاج إلى جو طيب. وكل موضع بعد مما يلهي، يعني كل موضع الإنسان لا يلتهي فيه فهذا موضع جيد للحفظ. يقول أجود أماكن الحفظ الغرف دون السفل، إلى أن قال وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضرة النبات والخضرة، ولا على شطوط الأنهار، ولا على قوارع الطرق، فليس يعدم في هذه المواضع غالبا ما يمنع من خلو القلب وصفاء السر. طبعا هذه المسألة تجاربه هو، وهذا في عصره، وإلا فإن كثيرا من الناس في هذه الأزمان يحلو لهم الحفظ في أماكن ماذا؟ في أماكن الخضرة وعلى شطوط الأنهار، لا سيما أبناء الريف. أفضل المذاكرات التي فيها الحفظ والاستيعاب تكون عندما يمشون على شواطئ الترع وضفافها وعلى جوانب الزراعات. لكن هذه تجارب الشيخ. وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبع، ليس الشبع، الشبع، والشبع هو الامتلاء من الطعام. والحقيقة يا إخواني أن الجوع دافع للحفظ، والشبع مفسد للحفظ. يعني الإنسان الجائع الجوع الشديد والإنسان الممتلئ الامتلاء الشديد كلاهما مذموم، لا يستطيع أن يحفظ حفظا طيبا. يبقى هو جعان ولا هو إيه؟ شبعان. المسألة لا كده ولا كده. وينبغي للمتحفظ، أي الذي يريد أن يحفظ، أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ تمام، فليطفئ ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير، مش بالبلد يعمل ايه؟ يدبها. يعني اذا اكل ياكل شيئا يسيرا يطفئ به شده الجوع. طبعا المثال الذي ذكره الشيخ مش تبعنا خالص، كمص الرماني وما اشبه ذلك. يعني رجل هيفطس من الجوع يقطع ذلك بماذا؟ بمص الرمان. ده طبعا ده يعني ايه مقام لسنا فيه، ولكن المقصود انه يدفع شدة الجوع بشيء ماذا؟ بشيء اليسير. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، أي أشر وعاء يملأ هو وعاء البطن. وكثير أو كل أمراض الإنسان مبتداها من ماذا؟ من البطن. وذاكم يقولون الطب البطن، الطب البطن،
الإنسان الذي يدرس البطن وأمراض البطن بطريقة صحيحة هذا هو الطبيب. حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلثا طعاما وثلثا شرابا وثلثا لنفسه. النفس اللي هو الهواء، تنفس مش لنفسه، فله الخيار في ذلك. بعض الناس يقول لك فثلثا يكون للطعام وثلث للشراب والتلت اللي بعد كده بقى أنا براحتي بقى أعمل، أخليه شراب أخليه طعام، يبقى إذن أنا لي تلت. لا، المقصود بهذا الثلث وماذا هو؟ النفس. إذا لابد للمعدة يا إخواني أن يكون فيها جزء خالي، لكن أن تطمر المعدة إلى آخرها دي مسألة صعبة جدا، دي مسألة تؤثر في الطلب وفي الحفظ. قال الأصمعي: وعظ أعرابي أخا له. هنشوف بقى وعظ الأعرابي لهذا الأخ. فقال: يا أخي إنك طالب ومطلوب. يعني يا ريت هذه العظة نحفظها الآن، يعني إحنا إن شاء الله العظة دي هقولها ثلاث مرات وهنسمعها دلوقت. وعظ أعرابي أخا له فقال: يا أخي إنك طالب ومطلوب، فبادر الموتى. يعني إيه كلمة بادر الموت؟ استشعر أن الموت سيأتيك فاسبقه، والمقصود المسارعة في الأعمال قبل نزول إيه؟ الموت. فبادر الموتى واحذر الفوتى. يعني إيه إخواني معنى الفوت؟ الفوت مضي الوقت دون عمل. الإنسان يكون بطال، الإنسان تمر منه الأوقات دون أن يعمل شيئا، ده اسمه ليه؟ الفوت. واحذر الفوتى، يبقى بادر الموتى واحذر الفوتى. وخذ من الدنيا ما يكفيك ودع منها ما يطغيك. خذ من الدنيا ما يكفيك ودع منها ما يطغيك، أي ما يكون سببا في فتنتك وشقائك. في واحد يقول مثلا أنا نفسي ربنا يوسع علي أمنيتي، يبقى عندي فيلا على النيل وأركب عربية مش عارف إيه وأعمل إيه. إذن هذا الإنسان غناه والسعة عنده تطغي. واحد يقول نفسي بعندي مليارات أجعلها في سبيل الله، إذن هذا إن وسع عليه فهذه السعة لا تطغي. فاحذر من غنى يطغيك واطلب ما يكفيك. وهذه نصيحة الأعرابي: خذ من الدنيا ما يكفيك ودع منها ما يطغيك. وإياك والبطنة اللي هو الشرف الأكل، تأكل كتير، فإنها تعمي عن الفطنة. الفطنة جودة العقل، بمفردات جودة العقل، الفهم والحفظ والملاحظة وجودة الرأي إلى غير ذلك. وعظ أعرابي أخا له فقال: يا أخي إنك طالب ومطلوب. طالب ومطلوب، يعني أنت تطلب وغيرك يطلبك. فبادر الموتى واحذر الفوتى وخذ من الدنيا ما يكفيك ودع منها ما يضغيك. وإياك والبطنة، ليه؟ فإنها تعمي عن الفطنة. من يستطيع أن يقول ذلك؟ تفضل أنت دلوقتي هتوعظنا، أوعظنا، تفضل. إنك طالب ومطلوب. فتعمي عن الفطنة. أحسنت، بارك الله فيك. طب الفوت اللي هو إيه؟ الفوت، الفوت، ها؟
ايوه مضي الوقت دون عمل، الانسان يبقى بطال، يعني يكون بطالا، ده ممتاز. طب احنا خدنا مثال من القاعدين، عاوزين بقى مثال من يعني من المطمطين، الناس اللي هم قاعدين على الكراسي. طيب اتفضل. يكفيك؟ تمام. طيب انتوا بقى كأطباء، ما رأيك يا دكتور في الجملة دي اللي هو التحذير من البطنة؟ كان ده كلام مظبوط بنسبة كبيرة جدا، جزاك الله خيرا. تمام. قال عمر ابن هبيرة لملك الروم: ما تعدون الأحمق فيكم؟ الأحمق اللي هو السفيه. قال: الذي يملأ بطنه من كل شيء يجد. ما فيش حاجة اسمها يعتق، كل حاجة بيشوفها قدامه يملأ بها بطنه، هذا هو الأحمق. قال الحافظ بالنسبة لطالب العلم: وإن كان له عادة بشرب المطبوخ من الدواء، يعني المطبوخ من الدواء اللي هو الدواء السائل أو الذي يعد، فلا يقطع عادته، يعني لا بأس لطالب العلم أن يتناول علاجا يساعده، بطنه بتوجعه، عينه بتوجعه، لا بأس أن يأخذ العلاج. فعن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعبد الله وعبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. هذا الحديث إسناده صحيح وأصله في مسلم وفي غيره. قال الأصمعي في 876، ويعني سيكون هذا قبل النهاية بقليل: جمع هارون الرشيد 4 من الأطباء. احنا معنا برضك أطباء هم عاوزين يشوف الكلام ده، عراقيا وروميا وهنديا وسواديا. سواديا، سواديا أي فلاحا، السوادي أي الفلاح. والأصل أن السواد بمعنى القرى والأرياف، ومنها سواد العراق أي ما بين الكوفة والبصرة وما حولها من الزراعات والنباتات والأشجار، ده اسمها سواد العراق. إذن اجتمع أو جمع هارون 4، واحد عراقي والثاني رومي والثالث هندي والرابع فلاح. فقال ليصف كل واحد منكم الدواء الذي لا داء له، دواء لو أخذه الإنسان فإن هذا الدواء لا يجعل أو لا يكون سببا في إصابته بالمرض. فقال له الرومي: الدواء الذي لا داء فيه، يعني علاج ومن أخذه لا يمرض، حب الرشاد الأبيض، دي نوع من البقوليات، نوع من الحبوب زي العدس أو نحوها ولكنها بيضاء. طبعا الكلام ده كلام المعروف، أن البقوليات دي مضرة جدا أو الإكثار منها على ماذا؟ على المعدة والأمعاء. وقال الهندي: الدواء الذي لا داء فيه الماء الحار. وطبعا دي مسألة برضك فيها نظر، لأن مش كل وقت يصلح فيه الماء الحار. وقال العراقي: الدواء الذي لا داء فيه الهليلج الأسود. الهليلج لعله الأهيلج. الهيلج ده عبارة عن ثمرة تشبه ثمرة الصنوبر، وهي لذيذة الطعم، أجدارها موجودة في بلاد الهند والصين وأفغانستان. لا أدري هل هذه ثمرة موجودة عندكم في الهند؟
ولا ده حاجة قديمة؟ ايه؟ في ثمرة كده عاملة كده زي ايه؟ زي التين الشوكي. عارف التين الشوكي؟ موجودة عندكم شجر كده بس يكون كبير شوية، بيخرج منه ثمرة اسمه الأهيلج أو الهليلج. موجود عندكم هذا الاسم؟ هذا الاسم غير موجود. إذن هذا شيء قديم. أما السوادي كان ساكتا وكان أحذقهم، فقيل له تكلم. رجل الفلاح بقى عشان تعرفهم أن جماعة الفلاحين دول ناس دماغهم كبيرة وعندهم حكمة عظيمة، الحمد لله كلنا فلاحين. فقيل له تكلم فقال: حب الرشاد يولد الرطوبة، يصيب المعدة والأمعاء بالرطوبة، ممكن تكون سبب بقى في القرح والشغلانة وحدوت. والماء الحار يرخي المعدة لا سيما إن شرب والمعدة جوفاء، والهليلج الأسود يحرق المعدة، نستطال العافية. طبعا دي حاجة قديمة. قالوا له: فأنت ما تقول؟ فقال: الدواء الذي لا داء فيه. شوف الكلام الجميل، الحكمة العظيمة، أن تقعد على الطعام وأنت تشتهيه، وتقوم عنه وأنت تشتهيه. أن تقعد على الطعام وأنت تشتهيه وتقوم عنه وأنت تشتهيه، يعني معنى كده إيه يا إخواني؟ ما يكترش. قدامه مثلا أربع أنواع من اللحوم، مش ياكل من كل نوع مثلا طبق، لابد يشبع من كل حاجة، كل ويشبع. أنه إذا وجد طعاما وهو يشتهيه يقوم عنه وهو أيضا ماذا؟ يشتهي، يعني يحرم نفسه عن بعض الأكل. يبقى المعدة برضك لابد يكون فيها إيه؟ حاجة للنفس. ده مسألة مهمة جدا. ومن أنفع ما استعمل، وبهذا الأثر إن شاء الله سأختم المجلس، إصلاح الغذاء. الإنسان يا إخواننا طبيب نفسه. ليه أنت تبقى عارف إن أكل معين يتعبك وتاكله؟ واحد عارف إن هو لو أكل مثلا فول وطعمية هيجي له حموضة في المعدة ويتعب ويأكل فول وطعمية. واحد عارف إن هو لو أكل مثلا صلصة وتخديعة وما إلى ذلك يتعب ويأكل برضك. لماذا يقدم الإنسان على إمراض نفسه؟ الغذاء الذي يكون سببا في مرضك أو تعبك لا تأكل منه. المسألة بتبقى محتاجة نوع من المجاهدة، نوع من المجاهدة. دي من أنفع ما استعمل لعلاج النفس، إصلاح الغذاء واجتناب الأطعمة الرديئة. الأطعمة الرديئة يعني أحيانا يبقى الأكل أنت مكلف وبعدين بدأ طعمه يتغير، ألا. وهذا الكلام يحدث مع الطلبة كثيرا. احنا كنا طلبة مثلا طول الليل نعد الأكلة وصرفين عليه، نيجي الصبح نتلاقي طعمها اتغير شوي، هنسيبها؟ الأخ بيقول تق طبعا. يقول لك بقى يعني ايه فساد البطن والفساد الايه الجيب. وهذا كثير في المصريين، يعني انا كنا بنعمل الكلام ده كلنا. اشتريت سمك وتشوه بالليل، مفيش لا تلاج ولا خلافه، سبته في الصالة وحطيت عليه مثلا حلة وفوق الحلة حاجة تقيلة عشان القطط. نيجي بعد الفطار نبص نتلاقي السمك ريحته اتغيرت شوي، نسيبه؟ لا ما نسيبوش. طعام رديء لكن نأكل منه. اجتناب الأطعمة الرديئة دي مسألة مهمة جدا. وتنقية الطبع من الأخلاط المفسدة، الأشياء التي تفسد مزاجك بسبب الطعام أو الشراب لا تأكل منها ولا تشرب. افترضنا واحد لو شرب عصير رمان يتعبه، خلاص بلاش منه. واحد هياكل مثلا شوربة عدس ونفسه فيه والدنيا برد بالتكتك ما يشربهاش، يبقى الإنسان يبقى طبيب نفسه. وقد جاء في الحمية، اسمها الحمية، والحمية منع المريض مما يضره، من الحمى بنحميه مما يضره. يبقى الحمية منع المريض أو منع الإنسان مما يضره.
ومنه حمى المريض أي منعه الطبيب يحمي المريض، كل من كذا وما تاكلش من كذا، وكل كذا وما تاكلش كذا. وقد جاء في الحمية أي منع الإنسان من الطعام أو الشراب الذي يضره أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل فهذه أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، وعلي ناقه، ناقه يعني إيه؟ كان مريضا ولسه بدأ يتعافى من هذا المرض. الإنسان المريض اللي هو لسه بيتعافى بيبقى جسمه ضعيف، جسمه ضعيف لا سيما المعدة والأمعاء، فلابد أن يراعى ماذا يأكل. وعلي ناقه ولنا دوال معلقة، الدوال جمع دوالي، دوالي، والدوالي نوع من الأعناب كانت تأتي من الطائف سوداء تضرب إلى الحمرة، يعني في عنائيد عنب سوداء ميلة إلى الحمرة نزل كده، لنا دوالي عنائيد عنب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي: مه مه، ده اسم فعل أمر بمعنى انتهي، ابعد وانتهي، اسم فعل أمر بمعنى انتهي، مه يعني ما ابعد، إنك ناقه يعني أنت مريض في طور النقاهة، حتى كف علي، دي معناها يعني إيه؟ معنى أن كان علي عنده إرادة أن هو يأكل من هذا العنب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه. قالت لأم المنذر بنت قيس الأنصارية، ودي من أدب الضيف، إن لما حد ضيف يجي لك وبعدين يتلاقيك ما بتاكلش حاجة يقول هو حور، يخبط دمه في الحيط، هو الأكل أهو، عاجبه عاجبه مش عاجبه هعمل له إيه؟ واحد مريض مش قادر ياكل الأكل ده. فهي أم المنذر بنت قيس لاحظت أن علي رضي الله تعالى عنه لا يأكل من العنب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أكله. عملت إيه ست البيت عشان نعلم نسائنا هذه الأشياء؟ خلي بالك لما ضيف يجي لك تخلي بالك بياكل ولا ما بياكلش، وبياكل إيه وما بياكلش إيه، عشان تنتبه لهذه الأشياء. قالت اللي هي صاحبة المنزل: فصنعت شعيرا وسلقا. يا سلام، يبقى حاجة بسيطة على الايه؟ على المعدة. فجئت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك. يبقى ده ايه؟ يبقى هو حماه من الدوالي، حماه من أكل عنب، ولكن أكل وسمح له أن يأكل من الأشياء المسلوقة. هكذا الإنسان لابد أن يكون حريصا على أصحابه وأحبابه. الجملة الأخيرة: فمن راعى ما رسمت له من إصلاح الغذاء وتنقية الطبع وفرغ قلبه، يعني قلبه فرغه من المشاغل والأهواء والأنواء، لم يكد يسمع شيئا إلا سهل عليه حفظه إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا كتابه وسنة نبيه، وأن يجعل الحكمة في قلوبنا وأمام أعيننا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.